يبدو ان معانا مكالمه مهمه. ده تفاصيل كتيره سواء في حدث النهارده او فيما ينتظر الاهلي من احداث تسويقيه كبيره مهمه، عشان كده معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي. دكتور سعد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير على الكابتن عدي وعلى جماهير النادي الاهلي اللي بتشاهد برنامج ملك وكتابه، واحد اعظم البرامج اللي موجوده في قناه النادي الاهلي واللي احنا بنسعد نكون موجودين معاها دايما. احنا يا دكتور سعد بنسعد بيك في مثل هذه اللحظات المتوهجة، لأن النهاردة في حدثين عايز أكلمك فيهم. طبعا مبروك على افتتاح جراج أو الباركينج أو يعني الموقف العربيات اللي هيشفط كل التكدس المروري خارج النادي الأهلي، ها، ويعني يخدم الأعضاء ويخدم المنطقة بهذا المشروع أن يلاقوا مكان بسهولة جدا يركنوا فيه دون أن يصيب المنطقة بالشلل. يعني خليني يا كابتن عدي أقول لحضرتك النهاردة كان يوم فعلا يدعو للفخر، يدعو للفخر لكل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، زي ما أكد رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود النهاردة في كلمته إن أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي أيضا جزء من الجماهير الكبيرة بتاعة النادي الأهلي، ويجب أن تفخر مثل هذا اليوم بهذا المشروع الضخم. في الحقيقة هو مش جراج تقليدي، هو جراج ضخم جدا، أيضا تم تكلفته بمبالغ مالية كبيرة على مساحة 33 ألف متر. علينا إن احنا نتخيل إن جراج داخل النادي وداخل أسوار النادي، محاط بأسوار النادي، وهو يعد جزء من النادي، مساحته 33 ألف متر. النهارده يمكن في الفيلم التسجيلي اللي تم عرضه على الجمع الحضور الكريم في حضور معالي وزير الشباب والرياضه وايضا معالي محافظ القاهره ونائب محافظ القاهره، كانوا ايضا ابدوا الكثير من الاعجاب وايضا ابدوا الكثير من الفخر زي ما حضرتك ذكرت واستاذ ابراهيم مشكورا، ان هناك تناغم كبير، والتقط النادي الاهلي الخيط من قياده الدوله المصريه التي تقود حركه التنميه والتطوير الحضاري في كل ربوع مصر، وايضا قلب هذا التطوير هو على عاصمه مدينه القاهره اللي فيها فرع مدينه نصر، وهذه المنطقه كما نعلم جميعا حضرتك ذكرت في البدايه انها منطقه استراتيجيه ومحور حركه حيوي لكل القاهره الكبرى وايضا في طريق المطار، وبالتالي كان النادي الاهلي ملتقطا لهذا الخيط المهم، واستثمر فرصه دعم فخامه السيد رئيس الجمهوريه و استخرج كافه التراخيص برعايه كريمه من كل مؤسسات الدوله الوطنيه، واعتقد ده كان محور مهم النهارده في كلمه رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود. في الحقيقه في جزء ثاني ايضا احب ان انا اعرج عليه بسرعه، يمكن دايما احنا عندنا شعار مهم جدا وتم استخدامه هو تاريخ مبادئ تطوير. التاريخ النهارده بيعيد حركه التاريخ للوراء منذ تاسس فرع مدينة نصر، في الحقيقة تم شراء الأرض 1988 ثم بدأت العملية الفعلية للبناء 1990، وكان التاريخ والتاريخ له حق على النادي الأهلي، وهذا جزء من مبادئ النادي الأهلي أن كل مجالس الإدارة السابقة، أكد النهاردة الكابتن محمود، كان لديها جهد حثيث في أن تحصل على التراخيص، ولكن في تلك الفترة لم تكن الظروف والمناخ مهيئ لأن يكون هناك هذا المشروع على أرض الواقع، واستثمر مجلس الإدارة الحالي في الحقيقة، وده إحنا كلنا طبعا بنوجه شكر لكل الجهود اللي قام بها مجلس الإدارة ووفى بكل وعوده خلال فترة الأربع سنوات الماضية. في الحقيقة كمان الجراج بيقدم خدمة جليلة ب 733 عربية بتكلفة تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه بالتعاون مع واحدة من الشركات الوطنية. يمكن ده الشكل التقليدي للجراج، لكن جراج النادي الاهلي ليس شكله تقليدي، جراج النادي الاهلي ايضا تم استثماره بشكل اكثر من رائع، فالمشاهد لفعاليات اليوم هيجد ان في لوحات اعلانيه داخل الجراج، في ايضا لوحات اعلانيه على اسوار النادي الاهلي تم اسناد حق الترخيص بيها لاحد الشركات الوطنيه وهي شركه السادات ايضا، وده بيعكس التوازن في رؤى النادي الاهلي ما بين الاستثمار وما بين تاديه الخدمات لاعضاء النادي الاهلي بشكل يتناسب مع الطموحات الكبيره ولا يلقي باعباء على اعضاء النادي الاهلي، وبالتالي كان المدخل الرئيسي لتحديد رسوم في غايه التخطيط عشان ما نحملش اعباء جديده على الرغم من حجم الاستثمارات الضخمه اللي كانت في موقع الجراج.
ده جزء مهم ايضا، ده المرحله الثانيه. المرحله الثالثه في الحقيقه اللي انا حابب ان انا اتكلم من خلال برنامجكم الموقر لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، هو عمليه التامين لتشغيل الجراج. في الحقيقه احنا تعاوننا مع هيئه التدريب والحراسه التابعه لوزاره الداخليه للحصول على كتاب الحراسه لتامين عمليه الدخول الى الجراج، ايضا حجرت غرف المراقبه على اعلى مستوى بتضم 49 كاميرا بتغطي كل ارجاء الجراج، ده بس مش على الجانب الامني، ايضا على جانب مراعاه كل الفئات والمراحل السنيه اللي موجوده في مدينه نصر، كان هناك ايضا مراعاه لذلك. كان عندنا النهارده ايضا الكراسي متوفره لاصحاب الهمم حتى لا نثقل عليهم داخل الجراج بهذه المساحه الضخمه. كان عندنا ايضا تعليمات واضحه لعمليات الدخول والخروج. كان عندنا جهاز ايضا تم تعيينه، افراد امن تم تعيينه في الفتره السابقه وتم تدريبهم في استقبال الاعضاء ان شاء الله من الصباح الباكر. كل هذه الاجراءات في الحقيقه تعكس المبادئ التي يقوم عليها النادي الاهلي، هي تتكامل الاجيال مع بعضها البعض لكي يفضل الاهلي دائما في المقدمه. مش بس الجراج النهارده، الجراج بيعكس حقيقه ايضا ان الاداء المتميز للنادي الاهلي في البطولات ايضا وفوز في البطولات ليس هدفا استراتيجيا فقط، بل هناك هدف استراتيجي اخر وهو تطوير البنيه التحتيه للنادي الاهلي اللي تتوافق مع عمليات التطوير اللي بتاخدها الدوله المصريه واللي محل احترام وتقدير من كل دول العالم. وبالتالي الشكل الحضاري للمنطقه ايضا لعب النادي الاهلي دور رئيسي في تشكيل ورسم هذه الصوره في علامته التجاريه المضيئه في كل مكان. الحقيقه دكتور سعد يعني سرد ولا اروع بيوضح اهميه هذا المشروع، وبيوضح ايضا المساله مش مساله انك بتعمل مكان بتقول العربيات اتفضلوا، كل شيء مدروس. يعني ما يتعمل مكان مميز لاصحاب الهمم علشان ما يتعبوش ويبقوا قريبين جدا من الخدمات اللي هم عايزين يعني يستخدموها، وعمليات التدريب والكاميرات وعمليات التسويق، وازاي برضه يبقى يعني الى حد كبير يقدر تجيب منه مداخيل تساعد في مصروفاته. كل ده طبعا ماشي مع الفكر واستراتيجيه العمل في النادي الاهلي، ومفيش يعني احسن منك انه يقدر يشارك في هذا الامر. ولكن الشيء بالشيء يذكر بقى، مش معقوله تبقى معانا وما تكلمنيش برضو على عقد لسه طازه جدا بتاع اونلاين ستورز، وتدي لنا فكره عن هذا المشروع وبرضو البوتنشال او التوقعات بتاعه كيف يسهم في يعني زياده مداخيل النادي الاهلي. يعني اذا حضرتك سمحت لي يا كابتن عبدي والاستاذ ابراهيم، يعني انا بشكركم كتير على السماح لينا بالفرصه دي عشان نطلع على جماهير النادي الاهلي، لان ايضا الاونلاين ستور كان واحد من الطموحات الكبيره للنادي الاهلي. لكن خليني برضه قبل ما اخش في موضوع الاونلاين ستور اشكر كل الزملاء اعضاء الجهاز التنفيذي طبعا اللي كانوا في الحقيقه قاموا بجهد في فعاليات هذا الجراج وتدشينه، ويمكن هنا تخصيص الشكر يكون واجب للمهندس سامح ابو كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي في الحقيقه، اللي كان في الحقيقه في حاله متابعه يوميه مستمره مع مجلس الاداره بالكامل برئاسه الكابتن محمود، وكنا حريصين ان الافتتاح يبقى في الموعد بتاعه. في الحقيقه هخش على جزئيه الاونلاين ستورز، وفي الحقيقه ده طموح كان عندنا في اداره التسويق، وكان توجيه من مجلس الاداره على ان لابد من استثمار قدرات النادي الاهلي واستثمار ايضا علامته التجاريه وتطوير مصادر العوائد بالنسبه للنادي الاهلي. واحنا مجلس الاداره في الحقيقه بذل جهود كبيره لتطوير الموقع الالكتروني للنادي الاهلي، وبالتالي تم الاستثمار في هذا الموقع بمبالغ ماليه كبيره ايضا. وهنا كان لابد ان احنا نفكر في كيفيه استثمار الموقع الالكتروني، يبقى في ماركت بليس على هذا الموقع الالكتروني يقدر يجيب عائد للنادي الاهلي ويستثمر العلامه التجاريه القويه ايضا للنادي الاهلي. فكان عندنا موضوعين مهم في محور هذا التعاقد، هو ان احنا عندنا اقترحنا مزايده امام الشركات المتخصصه في هذا الشان، مزايده رقم فيها الجزء الاولاني وهو استثمار الموقع الالكتروني، ثم الجزء الثاني يتعلق بالتركيز في استخدام العلامه التجاريه للنادي الاهلي في انتاج سلع ومنتجات،
يمكن تحتها لجمهور النادي الاهلي اللي منتشر في كل مكان. الحقيقه احنا كان عندنا واحده من الشركات المتخصصه والقويه في هذا المجال وفازت الحمد لله بالمزايده. الحمد لله في الايام الماضيه تم اتخاذ اجراءات توقيع العقود، وهناك حفل ايضا كبير سوف ينظمه النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه لتسكين الموقع الالكتروني للنادي الاهلي. ده كان فكره عندي. كمان الموقع الالكتروني يمكن انا ادي لحضراتكم فكره بسيطه، النهارده العالم كله ان شاء الله التجاره الالكترونيه نتيجه للجائحه الحاليه لقينا ان في 59% من الملابس الرياضيه والزي الرياضي كله بدا يتباع اونلاين، فاحنا كنا ده شايفينه بشكل كويس. شايفين المستقبل ايضا بنقول ان في خلال الثلاث سنين اللي جايه لو استمرت الجائحه بظروفها هنوصل ل 79% مبيعات اونلاين. كمان عايزين شركات شحن توصل لجمهور النادي الاهلي السلع اللي هي بتطلبها بطريقه امنه، وبالتالي كان في تعاقد مع احدى الشركات العالميه اللي هتقوم بعمليه الشحن والتوصيل لهذه السلع والمنتجات في كل ارجاء المعموره وخارج مصر ايضا. خارج مصر ايضا سوف يتم، وده على فكره بيحل مشكله كبيره جدا 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 كنا بنواجهها. ويمكن المهندس عدلي مشكورا لما شرفت بالتعاون معاه ايام ما كان هو مدير التسويق والاستثمار في النادي الاهلي، كنا احنا بنعمل بعض الاجراءات القانونيه ضد منتهك العلامه التجاريه للنادي الاهلي، كنا بنقدر ناخد بعض الحقوق. النهارده الموقع الالكتروني هيمنع عمليات القرصنه بشكل كبير والتسجيل بشكل كبير للعلامه التجاريه للنادي الاهلي، لانك انت مش هتحتاج تاخد المج اللي انت عايزه، التيشيرت اللي انت عايزه، التيشيرت برقم اللعيب اللي انت بتحبه، هتاخده من خلال موقع الكتروني متاح ليك، وبالتالي لن تلجا الى افراد ينتهكون حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالعلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي، وده واحده من المميزات الكبيره جدا. بالاضافه ان شاء الله عندنا عوائد ماليه، بالاضافه عندنا نسب من المبيعات ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان يخرج هذا المشروع ايضا بالشكل الذي يليق ومكانه العلامه التجاريه للنادي الاهلي، اللي في الحقيقه مجلس الاداره استثمرها في الفتره الاخيره افضل استثمار. ويمكن يا كابتن عدلي ان حضرتك برضه مشكورا مع الاستاذ ابراهيم سمحتولنا في تحول استراتيجي بيحصل في عمله مجلس اداره النادي الاهلي، هو التحول من بيع حقوق الى استثمار العلامه، وده يعني شكل جوهري بان في المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي اللي بتضم قناه النادي الاهلي، استاد الاهلي وايضا الاهلي الاقصر، مجموعه الاسوار بتاعت النادي الاهلي. الحقيقه ده تطور جوهري في الفكره بتاعت التسويق داخل النادي الاهلي واللي بياخدها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. وانتهز ايضا الفرصه ان انا اشكر كل اعضاء اداره التسويق، الكابتن امير توفيق، مريان، روكي، كل الفريق الحقيقه على جهودهم اللي بيبذلوها في سبيل تطوير ايرادات التسويق للنادي الاهلي. وما زال هناك اعلم مفاجات، ولكن كل شيء في حينه. احنا اللي بنشكرك على هذا السرد وهذا يعني الكلام الذي يشاع بالتفاؤل، والحقيقه هنيئا لنا بالنادي الاهلي ورجاله المخلصين اللي الحقيقه كل يوم والتاني بيدوا النموذج للي عايز يزود ايراداته ويتجه الى الاحتراف الحقيقي. دكتور سعد ابراهيم، هل في اقرب الافتتاحات اللي موجوده على خريطه المجلس؟ يعني ان شاء الله احنا زي ما حضرتك ذكرت كده يا ابراهيم، احنا عندنا سلسله ان شاء الله من المشروعات اللي ماشيين فيها، ويمكن الاحداث متلاحقه. احنا مجرد ما انتهينا النهارده من البراش، اول سؤال كان بيساله كابتن محمود بكره ان شاء الله او النهارده بالليل ايه المشروعات اللي احنا بنتابعها، فعندنا سلسله من الافتتاحات. يعني في الحقيقه مشروعات موجوده في زايد ومشروعات ضخمه. لما بنتكلم على مشروعات ما هياش مشروعات تقليديه، عندنا مجموعه من الصالات ان شاء الله سوف يتم الاعلان على موعد الافتتاح قريبا. اربع صالات، صاله جمباز، صاله كاراتيه، ايضا صاله سكواش، صاله تنس طاوله، صالات بحجم الصالات وليست غرف صغيره يمكن ان يوضع فيها مجموعه من الالعاب الرياضيه، صاله بمعنى كلمه صاله بشكل القانوني بتاعها ان شاء الله دي خلال الفتره القادمه سوف يتم افتتاحها ان شاء الله، وسوف نعلن ايضا موعد الافتتاح على اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. عندنا مجموعه من المشروعات ايضا، مشروع ضخم كبير جدا في
في مجموعه من الاستثمارات الضخمه. خليني اقول لحضرتك رقم كده، من النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي استثمر في سلسله المشروعات اللي موجوده في الوقت الحالي مليار 292 مليون جنيه، وده اعتقد في ظل الجائحه اللي احنا بنشوفها ما شاء الله استثمرها، معلش اذا سمحتوا لنا، استثمرها بشكل متوازن ايضا في كل الافرع الاربعه، يعني استثمر في مدينه نصر بنفس المساحه اللي استثمر فيها في زايد، بنفس حركه التطوير والاستثمار في الجزيره المقر التاريخي والرئيسي للنادي الاهلي، وايضا الفرع الجديد اخذ حقه من الاستثمار. فالفتره اللي جايه ان شاء الله عندنا سلسله ايضا من الافتتاحات الضخمه جدا جدا، واعتقد زي ما حضراتكم ذكرت في البدايه ان ده بيتناغم تماما مع حركه التنميه والتطوير اللي بياخدها فخامه السيد الرئيس للجمهوريه في كل ربوع الدوره المصريه، ولكن النادي الاهلي كمؤسسه قائده في هذه الدوله بجانب المؤسسات الوطنيه الاخرى هو ايضا بيساهم بايجابيه وفاعليه في حركه التطوير داخل الدوره المصريه. هو ده دور النادي الاهلي يا دكتور، وان شاء الله المداخله الجايه فيها مفاجات ثانيه جديده باذن بارك الله. بارك الله فيكم ان شاء الله، وباذن الله يعني ارفع راسك فوق، انت اهلاوي انت اهلاوي. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي.